رفعت صبيحة اليوم الجمعة مصالح الأرصاد الجوية مستوى التنبيه من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية من خلال تسجيل درجة حرارة قياسية تتعدى عتبة 49 درجة مئوية تحت الظل وهذا على كل من ولاية تندوف تيميمون وولاية أدرار إن صالح وذلك إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم السبت على الأقل. غير أنه في المقابل أبقت مصالح الأرصاد الجوية على كل من ولاية ابن عباس المنيعة وولاية ورقلا وإليزي ضمن التنبيه من الدرجة الأولى ب 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة. كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية على استمرار تسجيل درجة حرارة فصلية على شمال البلاد يوم السبت، إذ يرتقب أن تتراوح ما بين 27 درجة إلى 31 درجة بالمناطق الساحلية، وستتراوح ما بين 31 درجة إلى 41 درجة بالمناطق الداخلية.